بقول لك هوموفونز ده مصطلح في اللغة الإنجليزية، معناه إن هو مجموعة من الكلمات، واخد بالك، لما تيجي نطقها بصوت واضح كده تبدو إن هي زي بعض بالظبط، ولكن بيبقى ليها هجاء مختلف، سبيلينج مختلف، ومعنى مختلف، واخد بالك. انت بتقولي بقى تاني؟ معلش تاني. ما هي مجموعة من الكلمات نفس النطق تقريبا، ولكن الاختلاف في المعنى والسبيلينج، واخد بالك؟ فاهم؟ فنحاول بقى نفهمها للناس عشان حتى الناس تفهم يعني تفاصيل شوية في اللغة الإنجليزية. One hour later. أنا غلطت إن أنا بكلم شوية طب قول أنت عايز ناس محترمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم، أنا أحمد عاطف ودي قناة القاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله في سلسلة إن شاء الله اللي هنعملها هي سلسلة تكون بتركز على نقطة مهمة جدا اللي هو مصطلح في اللغة الإنجليزية اسمه هوموفونز. ما هو الهوموفونز؟ إيه المصطلح ده؟ طبعا المصطلح ده إحنا بنتكعبل فيه كتير، واللي بيعبر عنه حاجات سهلة إن شاء الله لما نشرحها هتفهمها بشكل سهل ويسير. هوموفونز، هوموفونز أصلا المعنى الحرف ليها باللغة العربية معناها الألفاظ المتجانسة أو المتشابهة، ولكن إيه حقيقة المصطلح ده؟ إن شاء الله ده اللي هنعرفه في الحلقة بتاعتنا النهاردة في بدايتها، في بداية أول حلقة مع بعض إن شاء الله، وفي الفيديوهات اللي جاية بإذن الله. فستي تيون، خليكم معايا، اوعى تروحوا في اي مكان. تعالوا مع بعض نبدا اول حاجه بتعريف المصطلح اللي هو الهوموفونز. الهوموفونز هو a group of words، مجموعة من الكلمات that sound the same، باين ان هي في نطقها زي بعض بالظبط، but ولكن they have different spellings and different meaning، يعني فيها spelling مختلف او spelling بتاعها مختلف والمعنى بتاعها مختلف. طبعا في كل مجموعة من الالفاظ المتجانسة مع بعض هناخدها سواء اثنين او اكتر، نتعرف على ثلاث حاجات اساسية، وتأكد انت قدامي تكون عارف ثلاث حاجات دي. اول حاجة النطق، نعرف النطق كويس. ثاني حاجة المعنى الخاص بالكلمة. ثالث حاجة لازم تحفظ النقطتين دول وتدعمهم بمثال عشان مش تنسى التركيب. فده نقطة مهمة جدا في تعلم اللغة الانجليزية، حتى تعلم اي حاجة اللي هو بربطها بموقف او بربطها في سياق. في بعض الناس بتحفظ الكلمات منفصلة، فلذلك هنا في السلسلة بتاعتنا كل كلمة هنقولها ان شاء الله هندعمها بجملة مثال عشان تفهم المعنى كامل ويثبت ان شاء الله في long term memory، في ذاكرة طويلة المدى. خليكم معايا. اول كلمتين معانا النهاردة هما زي ما احنا شايفينهم كده على الشاشة، accept و accept. accept و accept في اختلاف طفيف جدا في النطق، ولكن المعنى مختلف والسبيلنج مختلف. اول حاجة في الكلمة اللي احنا شايفينها في البداية خالص accept، accept هنا معناها يقبل. معناها ايه؟ يقبل. Let's take example، تعال ناخد مثلا مثال مع بعض. لما اقول my friend was happy to accept my present، يعني صديقي كان سعيد ان هو يقبل الهدية بتاعتي. الكلمة التانية اللي احنا شايفينها هي accept، وهنا accept نعتبرها preposition يعني حرف جر، وبيجي في الغالب معاها for لو هيجي بعدها اسم. For example لما أقول this restaurant is open every day except on Sundays. This restaurant is open every day except on Sundays، يعني المطعم ده مفتوح كل يوم ما عدا يوم الأحد. وده يبقى أول متجانس معانا في الحلقة بتاعت النهاردة. تعالوا بينا ننتقل للمتجانس رقم 2. المتجانس الثاني زي ما احنا شايفين على الشاشة here و here، نفس النطق بالظبط here و here. زي ما احنا شايفين السبيلنج مختلف والمعنى مختلف. تعالوا اول حاجة ناخد here as a verb كفعل، هنا معناها من ضمن معانيها المشهورة يسمع. فتعالوا مع بعض ناخد مثال عشان نوضح المعنى. Did you hear the phone ring while you were sleeping؟
Did you hear the phone ring while you were sleeping? يعني انت سمعت التليفون بيرن لما انت كنت نايم. ده مثال بيوضح المعنى وهنا معناها يسمع. لما بقى ننتقل مع بعض للكلمة التانية الا وهي hear H-E-R-E وهنا adverb يعبر عن specific location. فلما ناخد مثال يعبر عن المعنى بتاعه Please come here at 3:30 to take your test. يعني من فضلك تعالى هنا المكان ده يعني الساعة 3:30 عشان تاخد التست بتاعك الامتحان بتاعك. وده المتجانس رقم 2 في الحلقة النهاردة. المتجانس رقم 3 معانا هو كلمتين No No زي ما احنا شايفين No السبيلينج مختلف وNo التانية نفس النطق ولكن برضو السبيلينج مختلف. فلما نتناول مع بعض اللي هي الأولانية K-N-O-W هنا معناها as a verb لو هناخدها بمعنى كفعل يعني لو ناخدها كفعل معناها يعرف. فلما ناخد مثال يعبر عن نقطة دي Let's see Do you know how to find the answer to that difficult question؟ يعني هل انت عارف تلاقي إجابة للسؤال الصعب ده؟ هنا know معناها يعرف نفس النطق ولكن المعنى مختلف. الكلمة الثانية هي know N-O بس السبيلنج هو عبارة عن حرفين وبستخدمها as a negative reply كرد سلبي على سؤال مثلا على سبيل المثال أقول لك إيه Do you practice sport؟ فلما يرد عليه يقول له No I don't معناها لا أنا ما بمارسش. تعالوا بينا بعد صلاة على النبي نروح للمتجانس اللي بعد كده وهو كلمتين Right و Right نفس النطق ملاحظين ولكن write الأولانية R-I-G-H-T مختلفة عن write W-R-I-T-E ما الفرق ما بينهم؟ أول واحدة فوق اللي هي write R-I-G-H-T هنا as an adjective كصفة أو من ضمن معنيها يعني صحيح أو صعب. لما أقول لك مثلا أنت بتحل لي سؤال وأنا بقول لك Oh that question is right يعني السؤال ده إجابته صح أو السؤال ده مكتوب بطريقة صح. الكلمة الثانية معنا هي write وهنا استخدمها as a verb كفعل وممكن نقول مثال يوضح المعنى ده She decided to write her paper on the computer instead of using paper يعني تفضل أن تكتب الورقة دي على الكمبيوتر بدلا من استخدام ورق يدوي تكتب عليه. معلش هنطول شوية في الفيديو ده وبعد كده حسب التعليقات بتاعتكم يا ترى احنا طولنا أو نقصر عن كده أو نطول عن كده It's up to you الأمر يرجع لكم حيث نقدر الحلقة اللي نعملها نفهمها بكل تفاصيلها بإذن الله تعالى. حباب قلبي تعالوا بقى نختم بآخر متجانس معانا وهو blue blue لو احنا شايفين السبيلنج مختلف وأكيد المعنى مختلف. تعالوا نمسك أول واحدة اللي هي blue هنا blue ده التصريف الثاني the second form of the verb لشكل الفعل اللي هو التصريف الأول blue زي ما احنا شايفين فوق طبعا والتصريف الثاني هنا بنستخدمه في الجملة as a verb برضو. تعالوا بقى ناخد مثال عشان نوضح المعنى ده لما أقول a cold wind blew in the east طبعا هنا كلمة blew معناها تهب بالرياح يعني رياح باردة هبت من الشرق هنا blew معناها تهب وأحيانا ممكن يبقى معناها يعني تسقط على الأرض بفعل الرياح زي مثلا my hat blew off يعني القبعة بتاعتي وقعت بفعل الرياح ممكن أقول مثلاً إيه The door blew open يعني الباب الريح حبت وفتحت الباب. الكلمة الثانية هي blew زي ما احنا شايفين نفس النطق ولكن المعنى مختلف وهنا ممكن استخدمها as a noun كاسم وممكن استخدمها as an adjective كصفة وهنا blew معناها أزرق. فتعالوا ناخد مثال عليها سريع The wall is decorated in blue يعني الحائط تم تزيينه باللون الأزرق هنا اسم ممكن أقول مثلاً This flower is blue and I like blue يعني الزهرة دي لونها أزرق وأنا بحب اللون الإيه؟ الأزرق طبعا في الختام أتمنى تكون الحلقة بتاعت النهاردة عجبتكم وطبعا ما تنسوش تشاركوا حلقة النهاردة مع كل حد يهمكم أو عايزه يتعلم اللغة الإنجليزية عشان نكون شاكرين ليك ونقدر نفيد أكبر عدد من المتابعين لينا وإلى لقاء آخر سلام